قلعت مجونة أو تغرمتني مجونة، في كل ربيع تتحول إلى وردة دمشقية تفوح عطرا ورونقا يسلب ألباب الزوار الذين يقتنون مختلف منتوجاتها المستخلصة من أدوات تجميل وماء ورد بلدي. الورد نتستو سلم انتخار تسرك لاختصار البلاد. الورد أهم مورد اقتصادي بمجونة، يقول مسؤول هذه المقاولة. ورود تتميز بالجودة حيث تستغل في عدة مجالات مهمة، مجالات طبية وتجميلية. صالحني وان صالحني وان صالحني لاتني السبن يشغل الجاع يشغل كل شيء. الشارع الرئيسي للمدينة يكتظ عن آخره لأن الموسم سنوي عمر لواحد وخمسين سنة، موسم لا تكتمل فرحته بمجونة إلا مع رقصة النحلة، رقصة تنثر رحيق الورد لمعجبيها فيصير عسلا شهيا. رقصة النحلة ذات السيارة حدوث. رقصة النحلة من أشهر رقصات المنطقة، هي احتفاء بالربيع بالحقول وبالورود، هي فرحة وتراث كبير بمنطقتنا هاته. من سوس قدمت الفنانة بعمرانت لتضيء ليلة البارحة من أمسيات مهرجان الورود. الآلاف من الزوار تقاطروا نحو المهرجان الذي يختتم اليوم أفراحه ولا تنتهي نفحاته الوردية.